يبقى انا هشتري. وعلاوه على كده المواد المنتهيه الصلاحيه ما بتاخدهاش مني، يبقى انا من هنا تعبت ومن هنا تعبت. والصيدلي الوحيد اللي بيتاجر بفلوسه، خدوا بالكم في الحته دي في القطاع الصحي، بيتاجر بفلوسه، لان الطبيب مع احترامي هو بيتاجر بوقته وبيتاجر بعلمه. انا اسف مش تجاره يعني، انا قصدي بيستخدم علمه وبيستخدم وقته، اكيد مفهوم قصدي. وهكذا الزميل الممرض المحترم، وهكذا الاسنان، وهكذا العلاج الطبيعي. الصيدلي هو الوحيد في المنظومه الصحيه اللي بيطلع فلوس من جيبه ويعلم هيلمها تاني ولا مش هيلمها. يا ساده خدوا بالكم من النقطه دي. الناس دي قد ايه بتدفع 100 مليار مصري؟ مين اللي بيلم الوسط؟ اللي بيلموا هم الصيادله، وبعد كده يدفعوا للشركات الاجنبيه ويدفعوا للموزعين، او الموزعين ومنهم الى الشركات الاجنبيه. دعم الصيدلي هو شيء مهم جدا في الحته دي. استخدام الاسم العلمي ما ينفعش هنا. انا مفروض استخدم لو عايزنا نعمل تشخيص كامل، ما ينفعش تيجي تقول لي انا هفتح المسائل اللي حصل مثلا قرار زي كده ومش هعمل اسم علمي. ما ينفعش. هي حفنه من القرارات الاقتصاديه على فكره، هم صعبه. احنا مش هنشد الحزام على فكره، بالعكس احنا كده بنلاقي حلول للمواطن المصري ان ما يبقاش في حاجه اسمها نواقص ابدا ابدا. ارجوكم اسمعونا، مشروع السادة المصريين هو منكم وليكم، اقسم بالله، وهو عشان خاطر البلد دي وعشان الغلابه اللي مش لاقيين ياكلوا. والصيادله في ظهركم على فكره، الصيادله مش اعداء بالعكس، لكن انا عندي مشكله. شكرا.